هذا هو التطبيق Find My iPhone أو بالعربي تحديد المواقع، وهو من التطبيقات الأساسية اللي موجودة في الآيفون. مجرد أنك تدخل عليه، مثلا هنا مهند الآن أعطاني صلاحية فأعرف وين فيه حتى لو تنقل ويمشي، وممكن حتى تضغط عليه وبعدين تجي هنا تقول عطني إشعار لو طلع وراح لمكان ثاني، أعلمني علمني. وهنا طريقة الإضافة بشكل سهل، تدخل مشاركة الموقع، بعد ما تدخل بعد كده تطلع لي كل الأسماء والأرقام اللي محفوظة عندي، أختار وأحدد واحد من الأسماء وأحدد أبغى مشاركة لساعة ولا نهاية اليوم ولا مفتوحة عشان أعرف التنقلات. وهذه تنفع للأطفال والصغار والعائلة أنك تتابعهم وتسوي إرسال. بعدها يوصل الطلب ويوافق، خلاص يحدد لك حتى بالكيلو، مهند يبعد من 2 إلى 3 كيلو. وهنا يمكن رؤية موقعك، يعني هم يشوفوني الآن اللي هو عبد الرحمن وعمر وثنيان كلهم، مهند أنا أشوفه وهو يشوفني، وأقدر أحدد موقعه عني وبعده على حسب حتى الخريطة. هذا هو التطبيق Find My iPhone، وحتى من التطبيقات الأساسية، ولا تقدر حتى تحذفه. مناسب ومهم الواحد يسوي مشاركة للناس اللي يهتم فيهم ويخاف عليهم.